في اتنين من الاسماعيلي الزمالك دايس فيهم، وفي لعيب الزمالك عاوزه قوي. الاتنين بتوع الاسماعيلي كلكم طبعا عارفينهم، عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي. باهر بعد تألق حسام عبد المجيد وبعد العلاقات الحلوة اللي مع فيوتشر ومصالحة احمد دياب مع المستشار مرتضى منصور، فاذا في امكانية لعودة عمر كمال، و مش هنبقى محتاجين باهر قوي لان عمر كمال افضل من باهر المحمدي. ولكن اللي الزمالك بقى متارجته هو عبد الرحمن مجدي، لعيب ممتاز وانا عجبني جدا جدا عبد الرحمن مجدي. كل ما اتفرج على الاسماعيلي الاقي عبد الرحمن مجدي مصدر خطوره غير طبيعي للدراويش. فانا اتمنى عبد الرحمن مجدي الامور تمشي كويس وينور نادي الزمالك ويجي نادي الزمالك، لعيب سنه صغير ممتاز. هو بس ايه مع فريرة هيتطور اكتر وهيكون افضل وافضل وافضل باذن الله تعالى. احمد شوبير بيهدد الاتحاد الافريقي، مطلع تصريح على الراديو النهارده وبيقول لك لا احد يجرؤ على استبعاد الاهلي من دوري ابطال افريقيا. هي مش بالقوه يا احمد يا شوبير ولا بالعافيه، هي باللوائح وهي بالكاف المعايير اللي الكاف بيحطها. الكاف قال انا مدي لغاية 31/7 ده الماكسيمم، ابعت لي القوائم. انت احمد شوبير بقى بتتعامل مع البرنامج بتاعك الصبح على راديو اون ان هو الاهلي، انت حر بتتعامل على القناة اللي هي اون تايم سبورت، قناة كل المصريين بتتعامل انها قناة الاهلي، انت حر. ولكن مش بالتهديد يا احمد يا شوبير، ومفيش حاجة اسمها بالقوة او بالعافية يا احمد يا شوبير، لان زمن القوة والعافية اعتقد ان هو انتهى يا احمد يا شوبير. طيب ايه تاني عاوزين نتكلم فيه؟ عاوز اقول لك اني هرجع سيرنا كده لحاجة خاصة بنادي الزمالك. الاهلي فتح خط مفاوضات جامد جدا مع التعاون السعودي عشان ياخد مصطفى فتحي، والاهلي عرض وصل ل2.5 مليون دولار ومليون دولار للاعب. المسؤولين في نادي الزمالك تواصلوا مع مصطفى قالوا له لو انت عاوز ترجع مصر تعالى بيتك. مصطفى قال لهم انا مش راجع الا للزمالك، وانا مش هلعب في الاهلي وانا مكمل مع التعاون السعودي، ولو هرجع هرجع نادي الزمالك لان انا احد كباتن نادي الزمالك. الزمالك ليه 500 الف دولار عند التعاون السعودي، التعاون السعودي مش عاوز يدفعهم ومعرفش في ايه. نادي التعاون السعودي اصلا تحس نادي غريب، تحس نادي كاره لنادي الزمالك، خطف كارتيرون قبل كده وتفاوض مع مصطفى فتحي والموسم شغال واغراب المال ونجح انه ياخد مصطفى فتحي وفاوض اكتر من لاعب في نادي الزمالك برضه والدوري شغال اوباما ومحمود علاء. فنادي التعاون السعودي هو نادي انا مش برتاح له. الزمالك قال لمصطفى فتحي لو انت عاوز تيجي نبدا نتكلم مع مسؤولين التعاون، خلوا عندكم ال 500 الف ونديكم كمان 500 الف اللي هو اللي انتوا دفعتوهم ونرجعك وهيكون معمول لك عقد من الفئة الاولى. مصطفى فتحي وافق وقال لهم خلاص انا لو هرجع انا راجع على نادي الزمالك. عاوز اقول لك انها مفاجأة، مفاجأة انك ممكن تشوف موسيماني تاني في الدوري المصري. هل في الاهلي؟ لا، الاهلي مش هيرجع موسيماني تاني، ولكنهم يتمنوا عودة موسيماني. موسيماني ممكن يرجع على بيراميدز اللي فتح خط مفاوضات مع موسيماني. موسيماني كان هيوقع للوداد ولكن تليفونات بيراميدز اجلت الدنيا شوية بعد هزيمة بيراميدز من الزمالك وبعد تفوق البروفيسير على تاكيس جوناس. بدأ مسؤولين بيراميدز يفتحوا خط مفاوضات مع موسيماني اللي في الدوري المصري وعارف الدوري المصري وعارف اللعيبة المصرية وقعد في الدوري المصري موسمين. عشان كده موسيماني رجع خطوة على موضوع الوداد لانه هو حابب يرجع مصر، وبالاخص انه هيكون موجود مع نادي غني وبيدي مرتبات حلوة، وانتوا عارفين موسيماني وزوجته بيحبوا الفلوس قوي وبيحبوا العقود الكبيرة قوي 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 قوي. لجنة التخطيط بدأت بقى ايه يعني، الاهلي قلت لكم قال للجنة التخطيط اخركم ل30 اغسطس، بدأت لجنة التخطيط بقى مش احنا اخرنا ل30 اغسطس، طب تعالى بقى يا بيبو. وراحوا مسكين بدأت التصريحات تطلع وقال لك يا باشا انتوا اللي جايبين المدرب واحنا ما كناش راضيين عنه، ده مدرب درجة رابعة، ده مدرب ما خدش بطولات قبل كده في حياته، ده ومسكوا إدارة الأهلي وفين يوجعك. وقال لك احنا لا بنجيب صفقات ولا بياخدوا رأينا، ورأينا لما بنقوله ما بيتخدش بيه لا في مدرب ولا في لعيبة ولا في رحيل لعيبة ولا في صفقات جديدة، واللي بيحكم الكورة هو ياسين منصور والخطيب وحسام غالي، غير كده ما حدش يعرف حاجة في أي حاجة. فبدأت لجنة التخطيط تفتح النار على محمود الخطيب وقالت كمان احنا نصحنا بالتعاقد مع روي فيتوريا وبدأت المفاوضات، ولكن الإدارة فشلت في جلب
روي فيتوريا، مع ان منتخب مصر وحازم امام بطوله نجح انه يجيب روي فيتوريا مدرب لمنتخب مصر، رغم ان امكانيات الاهلي المالية اعلى من امكانيات اتحاد الكورة، ولكن نجح حازم امام واتحاد الكورة في التعاقد مع روي فيتوريا، وفشل الاهلي في التعاقد مع روي فيتوريا. فلجنة التخطيط بدأت كده ايه تكشر عن انيابها ضد بيبو بيبو بيبو، الله يا ايه الله يا خطيب. طيب تعالوا اقول لكم الاخر حاجة عندنا النهاردة، اني ما زال سيد عبد الحفيظ يبدع في عدم السيطرة على اللعيبة بتاعته. يوم فرح بتاع عبد الباسط حمودة طلعت اللعيبة سهرت وسيد عبد الحفيظ والاهلي قال لك هنعاقب وهنعمل، وطلع ده كله في شنك، ولا عقبه ولا عقوبات طلعت ولا هيقدروا يطلعوا عقوبات. ليه؟ عشان خاطر اللعيبة كانت مستأذنة من سيد عبد الحفيظ ومن إدارة الأهلي، وده اللي خلى اللعيبة عارفة إن هي بتتصور. ما أنا لو بعمل حاجة من ورا النادي هتصور؟ مش هتصور، هبعد عن الكاميرات أو مش هروح أصلا. إنما أنا بتصور وبضحك وبرقص، وعبد الباسط حمود عمال يقول لك الدوري ضاع وأنا عمال أرقص على الدوري ضاع والدنيا جميلة وزي الفل. اذا ما دام انا طالع كده ومش هممني يبقى الاداره عارفه، ودي معلومه من داخل الاهلي، الاداره عارفه واللعيبه واخده تصريح من الاداره، وعشان كده عينيهم مكسوره من اللعيبه. وده الفشل الاداري بتاع الاهلي وسيد عبد الحفيظ. طب خد بقى الجديده دي، في اكتر من لاعب الفتره الاخيره اتشافوا وهم سهرانين في احد الكافيهات حتى الساعات المتقدمه بقى ولا متاخره من الليل، يعني لغايه الفجر لعيبة الاهلي سهرانين في كافيهات واماكن سهر واماكن عامة، وعندهم مباريات مهمة وعندهم موقف صعب في الدوري وعندهم ازمة فنية وهبوط مستوى وكلام من هذا القبيل. ده برضو بيديك ان مدير الكرة في الاهلي مش مسيطر على الفرقة، ومدير الكرة في الاهلي مش قادر يلم الفرقة، ولا لجنة تخطيط ولا لجنة شركة كرة ولا كل الكلام ده كله، تلك اسماء إن سميتموها. طول ما انتم مش عارفين تسيطروا على اللعيبه هيفضل النادي الاهلي كده، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا، عدم السيطره وعدم الضرب بيد من حديد على اللعيبه عكس اللي الزمالك عامله امير مرتضى منصور والبروفيسير، والدنيا جميله والحكايه والروايه بسم الله ما شاء الله. انا بمسك الخشب عشان ما حدش يقول ان انا بحسد. فسيد عبد الحفيظ هو بس فالح انه يحفل، انه يغلط في رئيس نادي الزمالك، انما انه يسيطر على الفرقه ويعمل شغله، شغله الاساسي انك تسيطر على الفرقه، انك تعمل ضبط وربط في الفرقه مش قادر تعمله، ولكن وضع طبيعي انك مش قادر تعمله لان دورك محفلاتي ومجلس الاداره حطك محفلاتي، هو ده دورك بقى اللي انت شاطر فيه اللي انت ربنا يكرمك ويعينك فيه، انما انت مش مدير كوره. وانا قلتها قبل كده، المنصب واسع عليك يا سيد، لا انت مدير كوره ولا تقدر تكون خليفه لطارق سليم ولا الحسن حمدي ولا ثابت البطل ولا العلاء عبد الصادق ولا للناس دي، انت جنب الناس دي صغير قوي يا ابو السيد، انت محفلاتي وده دورك، والاهلي بدون مدير كرة حتى وقتنا هذا.